فريق شبيبة القبائل استقبل في هذه الجولة بمدرجات شاغرة بسبب العقوبة فريق جمعية الشلف المنقوص من خدمات ثلاث عناصر يتقدمها هداف الفريق محمد مسعود بسبب العقوبة والثنائي سلمة وزوش بسبب الإصابة. البداية كانت لصالح الجمعية ولكن الحارس في المكان المناسب والرد جاء عن طريق يحيى الشريف ثم عكوش و اللاعب عودية وجها لوجه يضيع دائما الشبيبة ومحاولة الظفر بهدف التقدم وهنا يحيى الشريف يضيع ما لا يجب تضييعه في هذه الكرة وحصلت يحيى الشريف. دائما يحيى الشريف وراء كل الكرات الخطيرة وهذه التسديدة على الطائر والحارس قواوي في المكان المناسب. سيطرت وأفضلية الشبيبة تواصلت بعد هذه التوزيع من ربيع مفتاح ورأسية يحيى الشريف لم تمر بعيدة عن الأرض الأفقية ليعود تجار بعدها بهذه التسديدة القوية بعد الثنائية تركت الحارس الوناس قوي واقفا لكنها جانبية. آخر فرصة في هذا الشوط الأول كانت من جانب فريق جمعية الشلف بعد هذه المخالفة والتسديدة القوية من علي عبو مرت جانبية. انتهى الشوط الأول بالتعادل الأبيض 0-0. المرحلة الثانية دخلتها الشبيبة بقوة وحاول الظهير الأيمن ربيع مفتاح بهذه الكرة لكن عودة سمير زوي في آخر لحظة أنقذ الموقف. دخول النيجيري إزوازوكا كان موفقا بعد هذه الانطلاقة على الجهة اليسرى منه صالح يوزع وراسية عودية كادت تخادع الحارس الوناس قوي. الخطر من جانب الشبيبة كان يأتي على الجهة اليمنى وربيع مفتاح النشيط جدا يراوغ في هذه الكرة المراوغة الأولى والثانية يوزع وعودة المدافع زيان في آخر لحظة يبعد الخطر. الوقت بدل الضائع تجار ينفذ المخالفة وإزوازوكا في المكان المناسب يمضي هدف السبق لفريقه وفرحة كبيرة لدى عناصر الشبيبة التي آمنت حتى آخر لحظة من المباراة وتمكنت من الفوز بها بهذا الهدف الثمين من جانب إيزو أزوكا. الفريقان أكمل بقية أطوار المباراة بعشرة عناصر بعد طرد كل من زوي سمير من جانب جمعية الشلف وبيل كالام من جانب الشبيبة وهدف مقابل صفر هي النتيجة النهائية لصالح الشبيبة. نهني شبيبة القبائل النتيجة تاعها نظن باللي الفريق تاعنا ثاني يلعب لعبنا مقابلة لبس بها وما زال باقي لنا مقابلة في لافازالين on va travailler pour gagner les 3 points. Alhamdoulillah, on a dominé la partie. La première mi-temps, notre gardien il a touché avec un ballon ou deux. La deuxième mi-temps, on a dominé la deuxième mi-temps complètement. Alhamdoulillah, on n'a pas comme on dit mais snatch. Alhamdoulillah, le résultat malgré la dernière minute ou la première minute, c'est la même chose.